قد جاء عند الترمذي بإسناد منتقد، وإن كان حسن هذا الحديث بعض العلماء، من حديث ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهم الجنة. والفرطان يعني الطفلان الصغيران اللذان يموتان صغيرين. قال: فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ يعني واحد. فقال: ومن كان له فرط يا موفقة، يقول لعائشة يا موفقة. قالت: فإن لم يكن له فرط؟ قال: أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي، أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. ولذلك أعظم مصيبة عند أهل الإسلام ما هي؟ موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الترمذي قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. انتهى كلام الترمذي. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال عن عبد ربه هذا: ما به بأس، ما به بأس. وثقه ابن حبان أيضا، لكن يحيى بن معين ضعفه. والمقصود بأن من قدم اثنين من الولد كن له سترا من النار. نعم.